من بكرة أو من النهاردة بنشتغل إيه؟ عندي خبر هبدأ بيه كلامي. كابتن محمود الخطيب طلب من كابتن محمد يوسف وكارتيرون المدير الفني، كابتن محمد يوسف مدير الكرة والقائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام، وكارتيرون المدير الفني والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، تقارير إدارية وفنية وطبية شاملة عن الفريق الأول لكرة القدم. وطلب رئيس النادي كابتن محمد يوسف وكارتيرون ودكتور خالد محمود بتقارير مفصل كامل عشان يتعرض عليه يوم الخميس. كابتن محمود الخطيب دلوقتي في الوقت الحالي موجود في ألمانيا لفحوصات طبية، هيرجع إن شاء الرحمن بالسلامة يوم الخميس عشان تبقى قدامه مجموع، هيرجع الأربع الأربع عشان تبقى قدامه مجموعة التقارير ديت اللي أنا ذكرتها، سواء كانت إدارية أو فنية أو طبية، يعني تتعرض عليه. وفي لجنة كرة، اجتماع لجنة كرة زي ما بيقول الخبر إن هيبقى في اجتماع لجنة كرة يوم الخميس زي ما بيقول الخبر قدام هنا. فكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بيطالب كابتن محمد يوسف وكارتيرون ودكتور خالد محمود بتقارير طبية وفنية وإدارية. أبني ده ليه؟ لأن أنا عندي في الموسم ده، هو موسم استثنائي، مش هنقلبها يعني دراما، هنقلبها حزن، مش هنقلبها يعني اللي في القلب في القلب، يعني الكاس خلص وانتهى وراح للترجي. لكن عندي ستة بطولة أو ست بطولات، عندي بطولة عربية أعافر فيها جامد جدا رغم النتيجة الأولى مع الوصل 2-2، لكن قادر أن أنا أحقق نتيجة إيجابية هناك في الإمارات يوم 22. عندي سوبر سعودي، عندي سوبر محلي، عندي دوري مصري 75% أو 80% من مبارياته لسه ما تلعبتش بالنسبة للنادي الأهلي، عندي كاس مصر، عندي البطولة الإفريقية اللي هتبدأ الشهر الجاي، إحنا هنقابل يا إما بطل أثيوبيا يا إما بطل جيبوتي، يا إما بطل أثيوبيا يا إما بطل جيبوتي. والموسم السنة دي بتاع البطولة الأفريقية موسم استثنائي، خمس شهور، وبدل ما أنت كنت بطل 2018 ممكن تبقى بطل 2019، يعني في خمس شهور، لأن ده موسم استثنائي هيبدأ من ديسمبر وينتهي في مايو. يعني البطولة الأفريقية لأول مرة هتبدأ من ديسمبر اللي جاي 15 ديسمبر، لان فعالياتها اساسا هتبدا من قبل كده في دور ال 64 واحنا مش هنشارك فيه، هنبدا من فعاليات الدور ال 32 واحنا هنشارك فيه مع بطل جيبوتي او بطل اثيوبيا، وبعدين هنكمل لحد مايو، هيخلص في مايو، دوري المجموعات هيبقى في يناير، وهيستمر بعد كده لحد فبراير واول مارس، وبعدين قرعه دور الثمانيه لحد النهائي زي السنه دي هتبقى في مارس، وينتهي كل البطوله او تنتهي دوري ابطال افريقيا في مايو. فاللي ما قدرش يحقق، اللي ما قدرش يحقق بطولة 2018 المفروض ان هو قادر على تحقيق بطولة 2019 لو اتحسبت صح، لو اتحسبت صح واتعملت صح ورحنا صح واستعدينا صح وتدعيم صح وحاجات كتيرة جدا جدا ناقصة في الفترة الحالية، لابد ان يبقى في وقفة معاها سواء في التدعيمات او الصفقات. فبالتالي اللي ما قدرش يكون 2018 بطل يقدر ان هو يكون 2019 بطل.